دعا وزير النقل عبد الغني زعلان على هامش زيارته التفقدية لولاية بومرداس إلى فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في إنشاء محطات نقل برية لسد العجز وتنظيم العشوائية في النقل. مثل ما رأينا الخواص داروا شيء كثير أشياء جيدة عبر الوطن في ولايات كبير، وخدموا محطات برية وفق التصاميم نتاعنا اللي وجدناها ألا دوني ساتيسفاكسيون لي غار توت لي غار روتيير كي اون تي رياليزي بار لي زوبيراتور بريفي، عطاو النتائج جد مرضية. أما نبقوا غير مريحين، قال الدراسة تكملناها ونستنى غير التسجيل. 9 محطات هذه مسجلة، كان من المفروض هذه وقت اللي كانت يعني الوضع المالي جد مريح، كان المفروض انطلاق فيها مثل مصرع كل الولايات. رانا ندوروا في الولايات، رانا نروحوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، رانا نشوفوا كل الولايات انطلقت في الوقت هذاك 2010 و2011 و2012. هذا هو الحل. اذا كما هضرت معاكم، انا كلمنا مع السيد الوالي واتفقنا مادام خطينا الخطوه هذه نتاع الدراسات استكملناها، فتح المجال امام المتعاملين الخواص اللي عندهم رغبه في الاستثمار. عندك 9 ولا 10 راني نشوف دراسات واجده في كل الدوائر، وبومرداس من بين الولايات راني نشوف اللي عاجزه في مجال، اللي عندها عجز في مجال المحطات البريه، لان المحطات البريه تحسن من اداء الخدمه. احنا نروح في الكلام تاعنا ونرجعوا دائما الى تحسين الخدمه، تحسن من اداء الخدمه، تنظم العشوائيه هذه اللي موجوده في النقل، الناس تحت الشمس، الناس تحت المطر، الظروف الصحيه والعوامل الصحيه مش متوفره، هذه كل المحطات البريه هي اللي تنظم المجالات هذه. اذا اتكلوا على ربي وما تزنوش تضيعوا الوقت اكثر من اللي ضاع عندنا، لانه الدوله دارت واجبها. الحكومه في 2010 و2011 شوف العمليات اللي سجلتهم، وإذا كان ما انطلقتش تم التجميد نتاعها.